وجه الزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام كلمة إلى الشعب اليمني بمناسبة العيد 54 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. أشار فيها إلى أن احتفالات الشعب بأعياد الثورة اليمنية تعني أن إرادتهم منتصرة مهما تكالب عليهم الأعداء، مؤكدا أن بأس وعزيمة الشعب اليمني كفيل بالانتصار على العدوان ورفض كل أنواع العمالة والتبعية والارتهان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. يسرني وشعبنا اليمني الثائر الحر يحتفل بأعياد الثورة اليمنية الخالدة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، أن أتوجه بالتحية والتقدير وبالتهنئة الصادقة إلى كل أبناء شعبنا اليمني الأبي بمناسبة العيد 54 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، وإلى كل مناضلي الثورة وفدائيي حرب التحرير وصناع الاستقلال، وعلى وجه الخصوص أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية الذين صنعوا انتصارات شعبنا وخاضوا الكفاح المسلح الذي انطلقت شرارته الأولى من جبال رتفان الأبية بقيادة المناضل الفذ البطل راجح بن غالب لبوزة وزملائه الثوار والفدائيين ضد الاستعمار البريطاني وعملائه من المستوزرين والسلاطين. والتحية والتهنئة موصولتان إلى كل المؤتمريين والمؤتمريات وحلفائهم وأنصارهم أينما كانوا داخل الوطن أو خارجه، مقرونة بآيات التقدير والإجلال لكل الثوار والمناضلين مدنيين وعسكريين الذين حملوا رؤوسهم على أكفهم وأنقذوا شعبنا من براثن الاستبداد والاستعمار وإلى غير رجعة. يا أبناء شعبنا اليمني الأبي الصابر والصامد، إن التاريخ يكرر نفسه، فها أنتم تحتفلون اليوم في ظل عدوان غاشم وبربري وحصار جائر وشامل وغزو واحتلال، حيث يقوم النظام السعودي الرجعي الكهنوتي الحاقد الذي ناصب شعبنا والثورة والجمهورية العداء وشن حربا شرسة ضد اليمن من عام 1962 إلى عام 1970، وكما تآمر على ثورة سبتمبر فقد تآمر أكثر على ثورة 14 من أكتوبر منذ انطلاقتها بالتواطؤ مع المستعمر البريطاني، وتآمر على الوحدة اليمنية ولم يفلح، فها هو اليوم يحاول إعادة الكرة من جديد ولكن بتحالف دول أكثر وأقوى وبأسلحة أفتك وأحدث تطورا وإتقانا للقتل والدمار وبأموال هائلة، ويقوم بشن عدوان همجي وبربري لم يشهد له التاريخ مثيلا على بلادنا للعام الثالث على التوالي. قتل خلاله الأطفال والنساء والشباب وكبار السن والمرضى والعجزة، ودمر المساكن على رؤوس ساكنيها الآمنين، وقصف المدارس والمستشفيات والجامعات والمعاهد، ودمر المصانع والمزارع والطرق العامة والجسور، وارتكب مجازر إبادة جماعية، ودمر كل مقدرات وطننا العسكرية والمدنية، حتى بيوت الله سبحانه وتعالى التي يعبد فيها الله ويرفع فيها اسمه لم تسلم من الصواريخ والقنابل المحرم استخدامها دوليا، التي تقذف حمامها أحدث الطائرات المقاتلة والبوالج العسكرية بلا رحمة ولا رادع من ضمير أو قانون. فلم يكتف العدوان بقتل شعبنا وتدمير وطننا، بل جلب المرتزقة الأجانب وجحافل قوى الغزو والاحتلال لاحتلال أرضنا واستغلال ثروات شعبنا، متنكرا لما يفرضه واجب الجوار ووحدة العقيدة والمصير، ولما تفرضه الشرائع والأديان السماوية والقوانين الدولية ومواثيق الأمم المتحدة وقوانين ومبادئ حقوق الإنسان من حرمة لدم الإنسان ولحياته وتحريم قتل الإنسان لأي إنسان آخر مهما كان الخلاف معه. فما بالكم أن يقوم النظام السعودي ومن يتحالف معه بقتل الشعب اليمني المسلم الحريص على السلام لنفسه وللآخرين، إلى جانب فرض حصار جائر وقاتل على 27 مليون يمني بدون وجه حق بهدف قتلهم جوعا أو بالأمراض والأوبئة الفتاكة الناتجة عن انعدام الدواء والغذاء ومياه الشرب الصالحة، أو بالمجاعة التي أصبح شبحها يهدد حياة الشعب اليمني بأكمله، والذي يعاني في الوقت نفسه من أزمة إنسانية هي الأخطر في العالم.
والغريب كل الغرابة أن هناك من أبناء جلدتنا ومن يدعون الانتماء للوطن اليمني من استدعى العدوان ويشارك فيه وفي الحصار ويقدم الإحداثيات للمنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات والطرق والجسور والمصانع والمزارع العامة والخاصة والموانئ والمطارات وصالات وميادين تجمع الناس الأبرياء، يقدمون إحداثياتها بهدف القتل والتدمير وبدم بارد تحت مبرر واهن وادعاء ممجوج لإعادة الشرعية. فأي شرعية يدعون وأي شرعية تمنحهم الحق في أن يقتلوا البشر ويدمروا الحجر ويحرقوا الشجر وينشروا الرعب والخوف في نفوس الناس أو يحكموهم قسرا ورغما عن إرادتهم؟ أيها اليمانيون الأبات، أيها الثوار الأحرار، يا جيل سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر والثاني والعشرين من مايو، أيها الصامدون والصابرون، إن الحديث ذو شجون ويجب أن نستذكر المآثر والبطولات العظيمة التي اجترحها المناضلون والفدائيون من أجل انتصار ثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة. ولكن الأوضاع الحالية التي تمر بها بلادنا وشعبنا جراء العدوان تسيطر على كل المشاعر، لأن من باع ضميره وباع الوطن والثورة والنظام الجمهوري وتنكر للمبادئ والأهداف وقيم الثورة والجمهورية والوحدة وسمح لقوى العدوان الخارجي أن تقتل شعبه وأن تغزو وطنه وتحتل أرضه من أجل حفنة من المال المدنس ومن أجل شرعية زائفة، يتناسون أن شعبنا اليمني العظيم بكل فئاته وشرائحه سيقتص لنفسه طال الزمن أو قصر، عاجلا أم آجلا، وسيلقن العملاء والمرتزقة الذين يتلذذون بمشاهد قتل الأطفال والنساء والشباب والشيوخ وبمشاهد الدمار والقصف الدروس القاسية، ويعلمونهم أبجديات الولاء الوطني الذي لا ينسجم بأي حال من الأحوال مع العمالة أيا كان لونها أو شكلها. فما بالكم بقتل شعب بأكمله وتدمير وطن بكل مقدراته إرضاء لأصيادهم وأولياء نعمتهم؟ لقد مكن أولئك العملاء الأعداء التاريخيين لليمن، أعداء الحياة، أعداء الحرية، أعداء التسامح والمحبة والوئام، من قتل اليمنيين وتدمير الوطن بهدف تمزيقه وشرذمته وتحويله إلى دويلات صغيرة وكنتونات متناحرة. فلولا أولئك العملاء الذين استدعوا الأعداء لن يتمكن النظام السعودي من تنفيذ مخططاته التآمرية على اليمن أرضا وإنسانا وثورة، مستخدما الخونة والمرتزقة من اليمنيين في تنفيذ ذلك المخطط، لأنه كان وسيظل عاجزا عن ذلك مهما امتلك من القوة والمال والجبروت والطغيان، ومهما بلغ الحقد الذي يحمله ضد اليمن واليمنيين. ولكن هيهات هيهات أن يفلح أولئك المرتزقة والعملاء ومن يقف وراءهم ويمولهم من قهر شعبنا. وإن تسنى لهم ذلك بعض الوقت، فدماء اليمنيين الأبرياء لا يمكن أن تسقط بالتقادم، والظلم مهما بلغ مداه وقسوته لن يستمر، فهو آفل لا محالة، وسيكون النصر حليف اليمنيين المؤمنين بالعدل والإنصاف والعون من الله، عملا بقوله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يا أبناء شعبنا الأوفياء، أيها المؤتمريون والمؤتمريات، إن احتفالاتكم بالعيد الرابع والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة ضمن الاحتفالات بأعياد سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر والثاني والعشرين من مايو تعني أن إرادتكم منتصرة وستظل شامخة مهما تكالب عليكم الأعداء ومهما تآمر ضدكم المتآمرون، فثباتكم وصمودكم وتحملكم نصر، ومقاومتكم وبأسكم وعزيمتكم وإصراركم على مواجهة العدوان نصر، ورفضكم لكل أنواع العمالة والتبعية والارتهان نصر، وتحملكم للمآسي والكوارث التي تسبب بها العدوان والاحتلال نصر، وإصراركم على الحياة بعزة وكرامة وشموخ نصر، ووفاؤكم لتضحيات شهداء الثورة ومناضلي حرب التحرير وفدائي الكفاح المسلح
وحرصكم على التمسك بمبادئ وقيم وواحدية الثورة اليمنية نصر، وتمسككم بالوحدة اليمنية أسمى وأقدس الأهداف التي ناضل من أجلها اليمنيون عبر مسيرة النضال الوطني نصر. وأي نصر أعظم وأكبر من نصر الوحدة وإفشال مخططات التجزئة والتمزيق؟ فعزز انتصاراتكم بالتمسك بالثورة وبقيمها وبمبادئها وبالنظام الجمهوري الخالد وبالوحدة المباركة وبالوفاء لتضحيات الشهداء والمناضلين ولعرق وجهود كل من ساهم في انتصار الثورة وفي طرد الاستعمار وتحقيق الاستقلال، وساهم أيضا في بناء اليمن الحديث وإعادة تحقيق الوحدة اليمنية وكذلك تحقيق المنجزات الوطنية الشامخة التي تتعرض اليوم للتدمير الممنهج والقصف بالغارات الجوية والبحرية، والتي لا شك أنكم بإرادتكم الفولاذية وعزيمتكم وإصراركم القوي ستحررون أرضكم كما حررتموها من الاستعمار البريطاني البغيض وأجبرتموه على أن يحمل عصاه ويرحل من جنوب وطننا الغالي عام 1967، وستعيدون بناء كل ما دمره العدوان، وسينهض وطنكم بعطاءاتكم ويتجاوز العثرات والكوارث التي تسبب بها أولئك الذين لا ضمير لهم ولا انتماء ولا ذرة من قيم الولاء. إن الثورة اليمنية وجدت لتبقى، كما أن الوحدة اليمنية ستظل شامخة مهما تآمر عليها المتآمرون ومهما تاجر العملاء بقضايا الوطن ومهما سعوا لتمزيق اليمن وشردمتها وتحويلها إلى كنتونات ودويلات مشتتة. فكما أن الواجب والانتماء الوطني يفرض عليكم أن تحافظوا على ثورتكم ونظامكم الجمهوري، فإن الحفاظ على وحدتكم ووضعها في حدقات أعينكم واجب ديني وأخلاقي ونضالي ووطني مقدس، وفاء لتلك الأرواح الطاهرة والدماء الزكية التي قدمها أبناء شعبنا من الشهداء والمناضلين فداء لوطن الثورة سبتمبر وأكتوبر والوحدة، ولتكن أعيادكم واحتفالاتكم وأفراحكم تجسيدا لإرادتكم بأن يكون وطنكم منتصرا دائما مرفوع الهامة شامخ البنيان. مجددا لكم التهاني، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الرجال الرجال في جبهة الصمود والتصدي من الجيش والأمن واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء الشعب كافة الذين يسطرون أروع ملاحم الفداء والتضحية دفاعا عن سيادة واستقلال ووحدة الوطن وعزة الشعب وكرامته، أن يحقق لهم ولكل الوطنيين الأوفياء الأحرار الذين يتصدون لقوى الغزو والاحتلال ويقاومونهم ويرفضون ممارساتهم التعسفية في حق أبناء شعبنا العظيم النصر المؤزر، وأن يرحم الشهداء الأبرار الذين بفضل تضحياتهم تحتفلون اليوم وستحتفلون في الغد بالانتصار الحاسم والنهائي على دول العدوان الغاشم الذي تقوده السعودية، وسيكون مستقبلكم إن شاء الله حافلا بالانتصارات والإنجازات مكللا بتاج العزة والكرامة والشرف، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن بالشفاء والصحة والعافية على الجرحى والمعاقين، وأن يعجل بالفرج على الأسرى، مع دعواتنا وابتهالاتنا إلى الله جلت قدرته أن يمن على أمهات وآباء وأبناء وإخوان وأخوات وكل أقارب الشهداء، سواء الذين قضوا في ميادين الشرف والكرامة أو الذين استهدفهم العدوان من الأطفال والنساء وكبار السن والعجزة في منازلهم وقراهم وفي الطرق العامة وفي الميادين وأماكن التجمعات أو في مواقع أعمالهم، بالصبر والسلوان، إنه على كل شيء قدير. وكل عام وأنتم والوطن بخير وأمن وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.